صباح الخير يا مصر من مدينة العلمين الجديدة وتحديدا من الحي اللاتيني اللي النهاردة هنتكلم عنه بالتفصيل وهنعرف قد ايه كان في تقنيات حديثة جدا تم استخدامها في انشاء هذا الحي وغيره من المناطق السكنية المختلفة اللي موجودة في مدينة العلمين الجديدة. بالفعل تم تجهيز تسليم اولى الوحدات من مدينة العلمين من الابراج الشاطئية ومن الحي اللاتيني، لكن تفاصيل اكتر هنعرفها عن الحي اللاتيني والانشاء الخاصة بيه وكمان عدد الوحدات اللي موجودة فيه. بيسعدنا يكون معانا ومنورنا المهندس علي إبراهيم المشرف على الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة. صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. صباح الخير على كل مصر وكل المصريين، نورتونا. اهلا بيك. فهنبدا بالخبر اللي صار اللي يمكن انا قلته من شويه ان هو بالفعل تم تجهيز تسليم اول وحدات من يمكن من الابراج الشاطئيه وايضا من الحي اللاتيني. بالفعل احنا بدانا نسلم 256 وحده ان شاء الله على 15/8 جاهزين في زون 5، عندنا كلاستر 3 و4 جهزنا فيهم ان شاء الله على 15/8 ان شاء الله هنكون جاهزين للتسليم باذن الله ان شاء الله. طيب الحي اللاتيني هو يمكن موجود مقابل المدينه التراثيه في المنطقه الجنوبيه لمدينه العلمين الجديده، عايز اعرف تفاصيل اكتر عنه، عدد الوحدات، وهو طبعا تم تجهيز الانشاء احنا يعني موجودين فيه فهو واضح ان هو خلاص اشرف على الانتهاء. الحي اللاتيني مقسوم جزئين، جزء البحري عندي 90 كلاستر بعدد 100 عدد 90 عماره، والجزء القبلي برضو زيهم بنفس عدد الوحدات تقريبا. انا عندي البحري طبعا بيبص على اللاجون في صف اول لاجون، والقبلي عندي بيبص على التراثيه برضو والطريق الساحلي. عدد الوحدات قد ايه؟ عدد الوحدات يا فندم 10230 وحده، ده اجمالي مشروع الحي اللاتيني. تم الانتهاء تقريبا من نسبة كام من المشروع؟ تم الانتهاء تقريبا بنسبة 70% من المشروع. أنا عندي برضو جزء القبلي متقدم شوية، وعندي جزء البحري صف البحيرة اللي هو بيبص على البحيرة ده متقدم جدا، وإن شاء الله قربنا نخلصه إن شاء الله على 2-3 نكون خلصنا إن شاء الله البحري. إيه اللي بيميز الحي اللاتيني عن باقي الأحياء السكنية اللي موجودة في مدينة العلمين الجديد؟ الحي اللاتيني ده هو إسكان فاخر على الطراز اليوناني، بيحكي مدينة الإسكندرية القديمة، يقام طبعا على 404 فدان بمساحة 1,996,800 متر مربع. التقسيمات من جوه مختلفة، هل هو عدد الوحدات كلها مساحات مختلفة ولا مساحات ثابتة؟ المساحات مختلفة طبعا، بتبدأ عندي من استوديو 70 متر لغاية الوحدات الكبيرة بتبقى أربع غرف، معايا غرفة للناني ومعايا الماستر روم 235 متر مسطح، بتبقى متفاوت طبعا عشان نتواكب كل فئات الشعب. طبعا انا عندي في اللي هو الاسر اللي هو واحد مثلا معاه اسره كبيره يستوعب عدد اكبر بياخد الوحده الاكبر، في حد بيبقى اسره متوسطه بتبقى غرفه او غرفتين. طيب حضرتك بتقول ان الحي اللاتيني هو في المقابل من الناحيه الجنوبيه للمنطقه الشاطئيه، هل المنطقه الجنوبيه هي بتكمل بالفعل المنطقه الشاطئيه؟ المنطقة الجنوبية احنا برضو بنحاول بتبقى جزء واحد من الجزء البحري الحي اللاتيني الفاصل ما بينهم الطريق الساحلي، حاولنا احنا برضو ما يبقاش في فرق كبير ما بين الجزء البحري اللي بيبص على البحيرة، ان احنا هنعمل ان شاء الله حمامات سباحة في الجزء القبلي مع المساحات الخضراء والجاردن والكيدز اريا. هيكون موجود هنا في الحي اللاتيني؟ ان شاء الله في الحي اللاتيني هيبقى برضو في كل كلاستر، برضو احنا برضو بنحاول نقرب المسافة ما بينهم. بنحاول نقرب المستوى التشطيب ما بينهم يبقوا ايه واحد في الاخر، مشروع واحد الساكن ما يحسش بالفرق بحري عن قبلي. انا عندي القبلي بيبص على التراثيه اللي هو طبعا مباني خدميه وارض المعارض وجزء مكمل جدا للجزء البحري واليو ارينا كمان واليو ارينا. طيب احنا يمكن بنتكلم اكتر عن ان مدينه العلمين الجديده هي مدينه ذكيه وهي كمان يعني من مدن الجيل الرابع، ازاي هي بتحاكي المدن العالميه في البنيه التحتيه وفي كمان التنميه المستدامه؟ بتحكي المدن العالمية طبعا على بداية من تصميم المدينة على أنها تحاكي المدن العالمية، مدن عالمية زي دبي وباقي دول العالم. بدأنا أن احنا تبقى مدينة من الجيل الرابع، التحكم في شبكات المرافق كلها عن طريق السي او سي في مبنى الجهاز، إدارة المرافق كلها من خلال الكترونيا. بدأنا بقى يبقى احنا نفعل برضو تزويد مساحات الخضرة، احنا عندي مساحة الخضرة في المشروع
تبقى مثلا حوالي 30% من المشروع والمباني المسارات طبعا والجراشات، وتبقى ايه الجزء الخدمي والترفيهي للملاك. ايه الفرق؟ دايما الناس مش بتبقى عارفه الفرق بين منطقه الفيلات والحي اللاتيني وغيرها. لا، هو احنا عندنا الحي اللاتيني كله وحدات سكنيه كامله التشطيب، ما احنا ما عندناش الفيلات. طبعا الفيلات في المشروع مازارين احنا عندنا كلها وحدات سكنيه، شقق سكنيه بتبدا مساحتها من 70 متر زي ما قلنا ولغايه 235، ما بينهم طبعا بتبقى استوديو، غرفه، غرفتين، ثلاث غرف، اربع غرف. وطبعا احنا عندنا مستوى التشطيب على من احدث وافضل مستوى التشطيب في مصر والشرق الاوسط. ده من واضح يعني باين جدا من احنا موجودين، مباني بصراحه يعني شكلها قيم جدا وشيك جدا. طيب انا عايز اعرف من حضرتك كمان، اي منطقه من المناطق بيكون ليها اسواقها وخدماتها الخاصه بيها، ولا هيكون في منطقه مخصصه للخدمات؟ انا عندي في الجزء القبلي انا والجزء البحري مقسم لست زونات المشروع الحي اللاتيني كله، كل جزء يا فندم للجزء الخدمي بتاعه اللي احنا راعينا فيه، بنسيب له مكان فاضي، مساحه فاضيه. واحنا برضو عندنا برضو الكورنيش في البحري، كورنيش بيبص على البحيره بطول 3 كيلومتر، وانا عندي جزء برضو في بطول 500 متر هيبقى شط نزول ان شاء الله عشان ساكن الحي اللاتيني ما يحسش بفرق وبعده عن البحر. احنا خصصنا جزء ممشى كده الكورنيش بالليل وجزء للعوم بقى على بحيره العالمين. من التخطيط المميز لمدينة العلمين الجديدة اللي هو تم ربط ما بين مدينة المنطقة الشاطئية والمنطقة أو الشمالية والجنوبية عن طريق شبكة طرق وكباري يعني مميزة جدا. بداية من بداية تصميم العلمين رأينا أن كل ربط المشاريع كلها بدأنا في شبكات الطرق تبقى ماشية بالتوازي مع المباني السكنية، ما تبقاش منفصلة عنها ولا متأخرة عنها، بل بالعكس احنا سبقنا في المرافق والكباري زي ما حضرتك شايفة، والكباري اللي سهلت الحركة المرورية في المدينة كلها. البنية التحتية هل يعني مميزة ومبنية على إطراز جيد؟ طبعا احنا عارفين الطقس هنا بيكون موجود أمطار طوال الشتاء قوية جدا، هل مجهزة بشكل كبير عشان تستوعب السيول والأمطار؟ طبعا يا فندم احنا راعينا جدا، واحنا عارفين ان مدينة العلمين مدينة ساحلية يعني الامطار تبقى كثيفة زيها زي الاسكندرية. راعينا طبعا في تصميم الشبكات استيعاب كمية المطر المتوقعة، طبعا انت عارفة كمية المطر مش بتبقى محسوبة قوي، يعني مش بتبقى محسوبة قوي قوي يعني، فاحنا بنراعي في الديزاين وعلى اسوأ حال كمية الامطار، ورعيناها في صرف المطر في الشوارع حتى المشروع نفسه جريليات صرف المطر. يعني تفاصيل كتيرة قوي عن الحي اللاتيني محتاجة أعرفها أكتر، هو حضرتك بتقول مساحات الخضراء هتكون مساحتها قد إيه بالظبط؟ إحنا قلنا زي ما قلت لحضرتك مساحة الخضراء حوالي 35%، وعندي مساحة الجراشات والباركينج، أنا عندي باركينج كل عمارة تحتيها الباركينج الخاص. كل عمارة، كل كلاستر ما بينه سواء عمارتين، وعندي كلاسترات ثلاث عمارات وأكثر ما بينهم مساحات خضراء ومنطقة كيدز اريا، وفي البدروم بيبقى عندي منطقة باركينج للسيارات، طبعا كل ساكن ليه باركينج وحدته الخاصة الباكية بيه، والباركينج اللي قدام العمارات عشان يوسع على السكان ما يبقاش عندي زحمة مرورية. أنا بتمنى لك التوفيق دايما، ويعني رجالة مصر والعمال مصر الإيد الشقيانة هي طبعا اللي بتبني وبتعمر، بنشكركم على المجهود الكبير إن أنتوا قدرتوا حولتوا فعلا بالفعل مدينة العلمين من مدينة للألغام إلى مدينة للأحلام. بشكرك شكرا جزيلا مهندس علي إبراهيم المشرف على الحي اللاتيني بمدينة العلمين الجديدة. بنصبح على حضراتكم مرة تانية من مدينة العلمين، وصباح الخير يا مصر. بنشكر زميلتنا دينا شرف من مدينة العلمين وضيفها الكريم، واللي كلمونا عن بعض الطرز المعمارية والحي اللاتيني بشكل خاص في مدينة العلمين، المدينة الذكية اللي المفروض إن هي تنعم بالحياة وتبقى مفعمة بيها طول أيام السنة، مش بس مقتصرة على موسم فقط، ودلوقتي كمان على أرضها مهرجان العلمين بكل تفاصيله وفعالياته المختلفة.